وللحديث أكثر عن المشاركة معنا من القاهرة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عضو وفد الشعب المشارك. سعادة النائب نرحب بك في نشرة الثامنة، لو تطلعنا عن أبرز القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكركم في البداية على هذه الاستضافة، وأحب أؤكد أن احنا حريصين في البحرين سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو حتى على المستوى الشعبي أن احنا نشارك في يعني البرلمانات والمشاركات الخارجية. الهدف أن احنا نعزز ونفعل جهود العمل البرلماني المشترك، النسق فيما بيننا بالبرلمانات. الهدف أن احنا نتصور نخلق بدائل برلمانية موحدة لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة والتدخلات الخارجية في شؤون دولنا العربية. طبعا هذا الاجتماع دورة 28 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني برئاسة معالي الرئيس فوزية زينل رئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية، وناقشنا في كل الاجتماعات تقرير لجنة الخبراء تعديل ميثاق الاتحاد، وخاصة أن في الفترة القادمة يعني في هذه الدورة راح يتم نقل الرئاسة إلى مملكة البحرين، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في الدورة القادمة. وفي مناقشات كثيرة ناقشناها من حيث أن احنا اقتراحات كثيرة ناقشناها، تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي في الفترة القادمة خاصة مع تبوء البحرين رئاسة الاتحاد في الفترة القادمة، خاصة على الصعيد المجال الدبلوماسي البرلماني، توحيد المواقف العربية في المحافل. نحاول قدر المستطاع أن نكون في المحافل يعني بين تنسيق بين تكامل كدول عربية. نعم. اللجنة التنفيذية طبعا يعني بدأت أعمالها في دورتها 28، نظرنا في قرارات في توصيات الفريق القانوني المرفوع على اللجنة حول تعديلات النظام الداخلي، هذه كلها يعتبر تكامل برلماني بين الشعوب العربية لتوحيد مواقفنا حول يعني ما نصب إليه في الدول العربية ككل. نعم، من القاهرة سعادة الأستاذ علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.